أيها الأصدقاء، تحتفل رسومات الشعار المبتكرة في جوجل اليوم باليوم الوطني لسلطنة عمان احتفالاً باليوم الذي حصلت فيه القوات العمانية على استقلال البلاد. تم اعتماد العلم الحالي رسمياً في عام 1995، وكل لون له معنى كبير للأمة العربية. يشير اللون الأبيض إلى السلام والازدهار، ويمثل اللون الأحمر نضال البلاد من أجل الحرية، بينما يرمز اللون الأخضر إلى أرض الأمة الخصبة. اليوم الوطني هو الوقت المناسب للتأمل في تاريخ عمان العظيم والاحتفال بثقافتها الغنية والتعبير عن الفخر الجماعي بأقدم دولة مستقلة في العالم العربي. اليوم الوطني هو جزء من عطلة لمدة يومين، حيث تقام الحفلات وعروض الألعاب النارية في القرى والمدن أو في أي مكان يتواجد فيه العمانيون. استرخي برائحة اللبان المحلي بعد تناول وجبة كبيرة، لكن لا تنسى ابتداء الخنجر الاحتفالي. عيد وطني سعيد لعمان.